All right, so let's get started. So thank you all for coming. This is our second event with Mr. Ali Yosefi. Really enjoyed yesterday's event. We're very thankful for him coming all the way out here. And yeah, I realized yesterday I like totally forgot to thank Salma, who she's the one who organized all these screenings over the past 2 months. So big thank you to her, and I feel like we should give her a round of applause, please. Because these are the final events for the, right? These are the final events for the School of Casablanca initiative that we've been a part of, a small part of. And yeah, we're very thankful for everything she brought us over the last couple months. And yeah, Barak Aliyah, I'm gonna let Ali get going and kind of tell us what we're gonna be hearing today. So yeah, enjoy. Shukran. Marfash, everybody was here yesterday. No. Well, no. You were. Everybody. Who was not here? Who was not? Ah. Okay. Just because yesterday I explained that my English is not good. I was gonna say if you want to speak in Darija. Actually, Britain Gul. Donc Darija, anglais, français, ça m'a dit. Français, non. Ouais. voilà le bar. Moi, je suis un peu plus jeune. Moi, je suis un film d'Arthur Hadi Wahid Arbasnin. Film qui a été créé par Chihaja Alish, Synopsis ou là. Donc, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu في الفيلم مهم ما قدروش نديرو كل شيء في الفيلم دونك هاد لا ريشيرش اللي درت على لي زارشيف فيزوييل و لي زارشيف سور لار في المغرب درتهم في الحقيقه باش انايا باش نفهم انايا شنو وقع وشنو العلاقه ديالي مع 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 الفيزوييل مع مع الصوره مع مع الفن و دونك فوالا درت واحد هاد لا ريشيرش مهم عندها اكثر من 10 سنين ولكن كاين بزاف د الحوايج اللي اكتشفتهم حتى داز حتى كملت الفيلم دونك كاين حويجات زوينين اللي زعما ما كرهتش وكنلقيتها دونك بلقيتها حتى من بعد كاين حوايج اخرين اللي ما قدروش يدخلوا في 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 في, في القصه المهم هاد الشيء اللي باغين بارطاجيه معاكم voilà انا راه ماشي كونفرنسيير ولا محاضر دونك انا غير فنان راه كان شيرشور ديال دو ديمانش كما كنقولوا زعما شيرشور ا ميزور بيردو دونك هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم بغيت نبارطاجي باش باش نوري بان راه عندنا مشكل مع الذاكره عندنا مشكل مع التاريخ عندنا مشكل مع لي زارشيف سيتادير شنو كيوقع لينا في هاد البلاد كل جيل كيجي ما كيكونش عارف شنو وقع في الجيل اللي قبل منه ودونك بحال كندورو في كل واحد كيجي جيل كيحسب راه هو الاول اللي بادي دونك شنو كيوقع ما كيكونش تراكم كيكونش accumulation ديال التجارب ديال la vision du monde ديال وهذا الشيء في الحقيقة هذا الشيء اللي كيوقع في العالم فين كاين فين الفن كيتطور وكيتقدم لان كاين هاد التراكمات كل جيل كيجي كيعرف فين وصل الاجيال الاخرى فين وصلت ودونك خصو باش الا بغى يدخل هذاك داك الدومين خصو يجيب شي حاجه ام على الاقل في المستوى ديال فين واصل هذاك الشيء ولا يزيد والا علاش غادي يدخل دونك هذا الشيء اللي كيطرى انا هذا الشيء اللي تعلمته في على برا فين قريت هذا هو اللي هذا هو الدرس المهم اللي تعلمته هو ان هكذا كيتقدموا الناس في وماشي غير في الفن
في العلم في في في, في كل حاجه زعما اللي محتاجها بنادم. تراكمات جيل كيجي هنا عندنا المشكل ديال ما كاينش دي ترانسميسيون من جيل لجيل. وهذا المشكل كيرجعنا بحال رحنا معوقين شويه اونديكابي بون. واخا كيكون في كل جيل فنانة زوينين مهمين وهذاك الشيء، ولكن ما كيخلقوش ايدنتيتي هويه ديال 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 اللي كتشوف كتقول هذا فن مغربي مثلا، او هذا من كما تشوف هذا تقول فن امريكي ولا فن نفس السينما بحال كتقول هذه سينما ايرانيه هذه سينما تركيه. احنا مازال ما قادرينش نطوروا الانتاج ديالنا الفني باش وصلوا لهذا الاعلى. هذا المشكل ديال الذاكره. دونك اللي بغيت باش ما نكونش كنبلبل بغيت لان هاد المحنه اللي تمحنت انايا في هاد السنوات باش نجمع ولا نوصل لهاد الارشيف اللي وصلت ليه، حاولت انني ندير واحد ستيتمنت ديال درتو دايوغ راه موجود مكتوب ولكن الى ايتي بوبليي بالفرنساويه، على شنو هما فين كاين الارشيف. ان احنا ما عارفينش حتى فين كاين الارشيف ديالنا. دونك خاصنا نكونوا واعيين ان فين كاين الارشيف، شكون اللي شاد سد على الذاكره ديالنا، وكيفاش، وشنو هي المشاكل، ولا شنو هما لي زوبسيون باش الواحد يوصل لهذوك لي زارشيف. دونك تكونوا عارفين بان الارشيف راه ما كاينش غير في كاين الارشيف مثلا. شكون اللي يقدر، شكون اللي كيعرف فوالا هادشي بحالي، هادشي اللي كنت عارفت انا في الاول، مركز سينمائي سي سي ام مشيتي ليها شتي شي ارشيف؟ شنو اللي متوفر؟ لأن كنهضر غير على الصورة ليماج، يعني ما كنهضرش حتى على داكشي اللي مكتوب. لا بطبيعة الحال، ولكن هذيك مهم حتى هو. ولكن انا دابا هذا العمل اللي درت انايا، هذا البحث اللي درته اساسا على الارشيف المرئي، الصوره، صوت السينما، التصاور، لا بانتور. هاد شكرا على زيد تفضل، بغيت تزيد شي حاجه. مزيان، انا جاي لها غير بغيت قبل ما ندخل في لي ديتاي، بغيت نشوف واش كعرفوا المؤسسات اللي عندها ارشيف مثلا. هذا زيد ديال بوبكر القادري حتى هو قال شكون هذا فونداسيون ديال القادري وديال علا الفاسي، هادو البريفي
مزيان لا مزيان العام هي مديريه الارشيف اللي فيها دابا اللي عين فيها الملك دابا جامع بيضاء جامع بيضاء مؤرخ هي اللي كتبان لي عامه حاليا صافي هذا هو اللي تيبان لي وثم مكتبه ال سعود اللي فيها واحد نسبه قليله من الصور جهه لي زالبوم نسبه قليله خارج هذه الاشياء هذوك المنظمات الخاصه اللي ديال القادري اللي ديال الفاسي هي هما اللي باقين محافظين على هاد على هاد بعض الصور او بعض الوثائق اما باش المديريه هي يلاه تتحاول حيت الاهميه الادراك او الوعي بانه كاين واحد التاريخ راهين ونخدموا عليه يلاه بدا حيت المغاربه والمؤرخين كاملين لا علم حيت دابا علاقه التاريخ بالفن يلاه حديثه العهد يلا المؤرخين بداو كيعيقوا ما كايناش حتى ديك المحاوله ديال اللقاء بيناتهم تمام لا عارف غير اسمح لي من بعد ندخلوا في هذه التفاصيل دابا 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 غير بغيت باش تكونوا عارفين كلنا هذه القصه هذه ديال فين كاين الارشيف كاين المؤسسه اللي هضرتي عليها اللي هي ارشيف المغرب هذه مؤسسه اللي هي أم كاع المؤسسات اللي فيها الأرشيف غنجيك من بعد الحيتيات ديالها وعلاش تخلقات ولكن الأرشيف راه موجود حاليا ماشي في المركز السينمائي كاين في التلفازات وربما اللي كاين في التلفازات بالنسبة لكل ما هو فيديو ولا مرئي ولا سينما ولا هادي أهم من داك الشيء اللي كاين في المركز السينمائي مثلا كاين في الوزارات طبيعة الحال وزارة الداخلية عندنا أرشيف مهم بزاف ووزارة الدفاع كما قلت عندهم أرشيف نعم بما بدلت شي مجهود أنا جاي للهضرة جستما أيه ولكن ما درت شي أما كاين أنا جاي جستما أنا كنهضر على المؤسسات اللي فيها دابا الإنصاف والمصالحة ما عندهمش هذاك أرشيف عطاوه الأرشيف المغرب راه دابا في أرشيف المغرب ولكن تو واحد ما يقدر يوصل ليه مهم جوستومون مهم هذا الشيء هذا ديال اش من وقت لان راه كنا كنهضروا على هذا الشيء ديال الاجيال يعني الا جيل ما عرفش الذاكره ديال الجيل ديال 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 لي بارون ديالو ديال هذا راه تما كيبدا العطب دونك كاين الوزارات كاين بعض المرات دونك غتلقى حتى مؤسسات مثلا ديال بحال الانستيتيو ديال لاغرونومي في تماما وي Sorry, real quick to interrupt. If we could, when we're speaking, could we use the microphone so it shows up on the recording? Otherwise, we're not going to hear it. Okay. Yeah. Donc, هادي هادو بداو هاد المبادرة كاين مثلا دي سو مينيستير خرين موجودين عندهم أرشيف ولكن تا واحد ما عارف فين كاين واش داك الشيء ارشيفي نيت وكاينين باز دو دوني الى اخره دونك كاين الارشيف ديالنا مشتت هو في الحقيقه هاد ارشيف المغرب اللي تكلمنا عليه دار باش هو اللي يكون المؤسسه اللي خصها الارشيف كل شيء اللي كاين خصو نورمالمون يا اما يتعطى ليها يا اما يكون تحت يمشي تحت الرقابه تحت لا جيستيون ديالها تماما وشنو اللي لقيت في هذا شنو اللي اكتشفت بان من 2013 كان ظاهر ملكي اللي
عطي قانون جديد ديال الحق في الوصول للمعلومات والأرشيف، وبأن المؤسسات العمومية اللي عندها هذا الشيء ديال الأرشيف خاصها تمكن المواطنين من هاد معناه بأن تكون عندها باز دو دوني، بأن المواطنين يقدروا يمشيوا ويقلبوا ويشوفوا ولا يحتاجوا شي حاجة يطلبوها إلى آخره. أور لحد الساعة هاد الشيء كله، مثلا التلفازة أنا 10 سنين ولا أكثر ديال وأنني خدمت كاع مع التلفازة دونك كنعرفها من الداخل، وهذاك الشيء مستحيل. يعني هما دابا الأرشيف تقريبا كله نيميريزا، مثلا في المركز السينمائي ولا في التلفازة ولا في مؤسسات أخرى الأرشيف نيميريزا، دونك غيولي سهل باش يوصل ليه الواحد، زعما باش دير باز دو دوني وباش دونك المشكل اللي عندنا هو ان حتى واحد فينا ما عارف، لان انا حتى بديت كنكتب هاد ستيتمنت هذا على ليطا دي ليو ديال لي زارشيف فيزوييل في المغرب، عاد اكتشفت هاد القضيه بان راه فطره القانون كيعطينا زعما الحق باش نوصلوا لهاد الارشيف بحالنا بحال هولنديين ولا امريكانيين ولا، ولكن حتى واحد ما كيطالب بهاد الارشيف، حتى واحد ما كيطالب بهاد الحق ويمشي ويقول بان راه كاين عندنا الحق. ما كنقولش زعما غير يعني انديفيديوالمون شي يكون في نقابات مؤسسات ديال الباحثين ديال حتى واحد ما كيطالب بهاد، كل شيء ولات عنده مسألة عادية أننا الأرشيف ما مسموحش لينا. ها هو مثلا غير في هاد البرمجة ديال الأفلام اللي درنا في هاد الإكسبوزيسيون هادي، كاين أفلام اللي هما موجودين هما في المركز السينمائي إلى آخره، وإحنا مؤسسات وكذا وهادي باش توصل ليهم مصيبة. دونك كنقول هاد الشيء هذا باش كنتقاسموا معاكم باش كنحاول نوسع هاد الحقائق وهاد الوعي باش خصنا شويه كلنا نطالبوا بهاد، لان ماشي معقول هاد الارشيف مهم، راه بحال راه اكثر من الماكله واكثر من الشراب، راه الذاكره ديالنا. دونك حنايا كل جيل كيجي ما عندوش الذاكره ديال شنو وقع في انا كنكون في الأوروب ولا في أمريكان ولا فاش الناس مثلا تهضر لهم على شي حادث وقع في الاول ديال 19 سيكل، عندهم تصور عندهم دي زيماج على الناس كيفاش كانت كتلبس كيفاش كانت كتمشى كيفاش كانت كتعيش. حنا الا قلنا مثلا هنا بدايه القرن الف يعني البدايه ديال الاستعمار مثلا، ما عندناش في المخيله ديالنا دي فيزوييل دي زيماج ديال كيفاش الناس كانت كتعيش كيفاش كانت كتلبس كيفاش كانت كتمشط كيفاش كانت كتحسن كيفاش كانت يعني ما عندناش شي حاجه اللي واضحه، ولا كتكون عندنا شويه على يعني داك الشيء عن بعد، ما كاينش شي حاجه اللي قريبه هكذا في الذاكره ديالنا. وانا دونك بلا ما نمشي لبدايه القرن، انا الفيلم غير على السبعينات وحرت باش نوصل لهاد ها هو مثلا هضرنا على الارشيف ديال المناصفه وسميتها ها الانصاف والمصالحه لي اور، ها هو ديال هاد الشيء غير ديال بدا في 2000 وكذا مستحيل توصل ليه. علاش؟ كما قال الاخ مازال ما جاش وقته. دونك الوغ كو القانون راه عندنا كيعطيك الحق باش توصل دونك كاين الارشيف، هذا هو اللي بغيت نقول لكم موجود، وهذا هو زعما راه عندنا الزهر، لان كاين بلدان اخرى في افريقيا ولا في العالم العربي اللي ما عندهمش الارشيف اللي عندنا حنا. دونك حنا على الاقل بعدا الحمد لله راه كاين الارشيف، ولكن خصنا نوصلوا ليه. ها احنا مثلا دونك بالنسبه للفن او
هادشي اللي بغيت نقاسمو معكم ديال الارشيف اللي لقيت على لي زار فيزويل. انا شنو دونك مشيت شفت شنو كاين في الحقيقه اللي ساعدني هو اننا شي واحد بيراطا لا باز دي دوني ديال 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 المركز السينمائي و لان فاش كتمشي تطلب ارشيف مثلا في المركز السينمائي كيقول لك شنو بغيتي خاصك تعطيه يعني ما عندكش باز دو دوني كتمشي وتشوف شنو كاين والى اخره لا خاصك تجي بحال في الحانوت تقول ليه بغيت تشري مطيشه ديال 1971 في الشهر الفلاني بلا ما كاش عندك هذا ما عندك ما عندهم ما ي... وصعيب حتى باش توصل لهذيك المرحله صعيب يعني باش لينا ها هما كنعرف بزاف ديال الفنانين مخرجين مخرجات اللي حاولوا مثلا هو واحد صديق مخرج دار فيلم يلا عاد خرج عادل الفضيلي كنعقل عنده ارش عنده باغي يستعمل واحد الارشيف ديال سعيد عويطه سعيد عويطه زعما راه عويطه غير هنا هنا تران هذا سعيد عويطه دونك بغى واحد دقيقه ولا ديال سعيد عويطه فاش كيربح لي جوز اولمبيك ولا في الاول ما قدرش ياخذها وفي الاخر صدق خداهم من الجزيره سبور من برا وما قدرش ياخذهم من هنا مثلا دونك بالنسبه للفن علاش مشكله كبيره لان ما يمكنش انا فاش بديت كنقلب قلت راسي ما كنعرفش لا الوجوه ديال 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 الفنانات والفنانين اللي دازوا لا شكون اللي كاين شكون اللي ما كاينش شكون اللي بدا الاول شكون اللي دونك ما كاينش ابحاث جديه اللي كتعطيك ها شنو وقع يعني مثلا مؤرخ ديال شكون اللي عندكم فيكم قرا شي تاريخ الفن في المغرب استوار دو لا روماوك ديال من ميكرو عافاك لا يعني شي كتاب any publication about history of art in Morocco. صراحة أنا ما بديت كنعرف على تاريخ الفن في المغرب حتى دخلت لمدرسة الفنون الجميلة هنا في الدار البيضاء عاد بديت كنعرف الأسماء ديال الفنانين وشوية ديال تاريخ الفن ولكن ما 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 عمره ما طاح بين يديك شي كتاب كيجمع كاع هاد شامل لا صراحة لا دابا بحال هاد هاد الانيسياتيف كاينه على مستوى التركيب دابا المؤرخين كيحاولوا ما امكن انه ما يمكنش دابا لاغ بشكل سيباري بوحدو باقي قليل في المغرب على مستوى الكتابه التاريخيه باقي قليل واش فين كانوا فين دابا تيخدم في الكتب التركيبيه الكتب التركيبيه هي ملي كتقول تاريخ المغرب بحال دابا اخر كتاب اللي داروا المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب دار كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب في واحد الجزء مهم جدا على الفن وفي كل لحظه تاريخيه تيعطيك واحد الرؤيه معينه على الفن على مثلا في الوسط غيعطيك على الثقافه عموما ولكن في الراهن والمعاصر الكونتمبورين كيعطيك الفن كاين الفن على مستوى تاريخ المغرب راه تقريبا شي 800 صفحه العروي كذلك في الكتاب ديالو المجمل تاريخ المغرب حتى هو كيهضر على الفن ولكن بواحد نظرة ضيقة جدا ولكن اسمها 800 صفحة غير على الفن لا ديال الكتاب جامعة ولكن بواحد جزء معين تيبان انت كتهضر دابا على الكتاب اللي كان تحت اشراف ديال سميتو ديال القبلي ديال القبلي هذا هو المحاولة الوحيدة اللي تتشوف فيها الفن هذا هو الكتاب الوحيد اللي جدي على تاريخ المغرب اوكي ودونك فيه هذه المحاولة مثلا ولكن شكون اللي غيلقى هذا الكتاب ديال تاريخ المغرب هذا اللي دار يعني اول مره فيه مؤرخين علميين وهذاك الشيء انا باش نوصل لهذا الكتاب فيلم
فاش كنقول فيلم باش غير باش نلقاه يعني فرحان وكنتسناه وكان داروا به الجف كان معرض الكتاب والى اخره. ما كنتش انا هنا في ديك الوقيته ديال معرض الكتاب، فاش جيت كنقلب على الكتاب ما كاينش عباد الله. واش هادو قاعد الخدمه هذه والكتاب ما كاينش؟ ضربت المكتبات ديال الدار البيضاء كلهم، ضربت المكتبات ديال الرباط كلهم ما لقيتوش. دونك فيلم، علاش ما كاينش هذا الكتاب؟ باش تفهموا، لان الكتاب باش بديت كنقلب قالوا لي غادي تقدر تشريه من المعهد الملكي، ولكن خصك تعيط النهار الوفلاني والنهار الوفلاني ما بين 3 و 4 الارب. فريمون زعما هذا الشيء ما كان زعما ما كان زايدش، كنبالغش. درت هذيك العمليه ولا واخا. دونك فين نقدروا نشريو هذا الكتاب؟ في المعهد الملكي. خصك تجي لتما بشحال؟ 700 درهم. 700 درهم. دونك عاد من بعد فهمت بان المكتبات وهذاك الشيء ما عندهمش. علاش؟ لان الكتاب غالي، يعني صعيب باش تبيعو. وعاد هذا المعهد الملكي رغموا هذه المكتبات باش ما ياخذوش غير كتاب ولا جوج، خصهم يشريو تزينه 10 ولا واحد عدد ديال الكتوبه. وما عندهمش التريزوري باش يخرجوا هذيك 10000 درهم ولا كتابات. دونك ما خداوهش، ما كيتباعش. جات موراها واحد المحاوله ديال الموجز، خرج الصغير ديالو موجز تاريخ المغرب، راه يلا تقريبا شي 2015. هو خرج في 2011 والموجز خرج في 2015. مزيان، ولكن راه باش ولكن هذا الموجز كيضيع واحد جزء كبير من الفن طبيعه الحال، ولكن على الاقل يكون اكسيسيبل. انا دابا كنقري الطلبه ديال المعهد العالي ديال السينما، هضرت لهم على هذا الكتاب هذا، حاولنا غير نلقاوه في الانترنت، ما قدرناش نلقاوه، ما قدرتش انا اللي عارفه بانه موجود ما لقيتوش، لان نسيت باش ندير السميه ديال القبلي، نسيت باش. دونك ما تلقاش، يعني هاد يعني التاريخ ديالنا كاين مشكل. وكان سي احمد بوعناني الله يرحمه كيقولها في الكتاب ديالو ديال تاريخ السينما في المغرب، كيقول لك لو ماروك اي مالاد دو سا ميموار. دونك خاصنا نكونوا واعيين بهذه القصه هذه، وبان راه حق كبير ديالنا خاصنا نضربوا عليه. فنانين، مؤرخين، باحثين، خاصنا نضربوا باش ناخذوا هذا الحق هذا، باش نوصلوا للمعلومات ديالنا، باش نوصلوا للذاكره ديالنا، باش نزيدوا نطوروا المفاهيم. انا هذا الفيلم مثلا ديال البارح فاش كتشوفوا، يعني في المغرب 70 عام ديال الاستقلال ديال المغرب، داروا جوج افلام الارشيف، داروهم سينمائيين، يعني بوجهة نظر ديال فنان، ماشي وجهة نظر ديال مؤرخ ولا ديال شي واحد صحفي ولا الى ما شفناش بحال هاد الاعمال، ما نقدروش نعرفوا راسنا واش تقدمنا ولا تاخرنا ولا رحنا في نفس البلاصه ولا. يعني هادشي علاش الناس كتعطي الحريه للناس ديالها باش يكون عندهم لاكسي للارشيف الى اخره. يعني انا مثلا كنهضر دائما برلين، كان عندي فيها اقامه ديال 6 شهور ما قدرتش ندير لو تور ديال 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 المؤسسات ديال الارشيف اللي كاينين في برلين بوحدها. إذن هذا الشيء ديال الفن، انا فنان مغربي، هذه عندي 60 عام شحال وانا كنشتغل في هذا، عندي مشكل، ومع كاع الوقت اللي دوزته كنبحث مازال عندي عطب في المعرفه، في الذاكره ديال دونك باش نرجع للمركز السينمائي، هاد لا باز دو دوني اللي تبيراطات وطاحت بين يدي هي اللي ساعدتني بزاف باش نعرف شنو كاين في هاد الشيء ديال الفن تما عندهم. دونك لقيت بان زعما فرحت في الحقيقه، لانك تقول احنا من 62
على الأقل من 62 كاين بعض المرات أخبار، أغلبية ديال الوقت واخا الأخبار مثلا كاين دي تراس ديال فنانة وفنانين اللي كاين البعض منهم اللي ما عمرني ما سمعت بسمياتهم حتى لقيتهم عاد مشيت كنقلب شكون هما هادي شكون هي هادي شكون هو هذا، يعني ما كاين لنا كاين اللي غبروا كاين اللي بداوا وماتوا صغار كاين اللي إذن فهاد درت واحد السانتيز ديال هاد لا باز دو دوني ديال غير ديال المركز السينمائي بوحدو، ولكن من بعد بيان سور طبيعه الحال مشيت كنقلب في هذا الشيء ديال يوتيوب وديال كاع لي بلاتفورم اللي كاينين، يعني حاولت نشوف كاع شنو الامكانيات اللي كاينه، ولكن الاغلبيه ديال هذا الشيء اللي لقيت هو اللي جا من هاد لا باز دو دوني ديال المركز السينمائي اللي مكنتني انني نوصل البعض من هذوك الارشيف، وكاين بزاف اللي ما عمرني ما قدرت نوصل ليهم او كيقولوا لك ما كاينينش او بعض المرات كاين صوت كاين صوره وما كاينش الصوت، لان داك الشيء كان كيدار في لي زاكتواليتي الى اخره. دونك هذا الشيء اللي بغيت نتقاسم معكم، وبغيت نتقاسم معكم كذلك الافلام اللي دارت على الفنانين والفنانات في المغرب شنو كاين، شنو عندنا شنو ما عندناش، وما كنظنش بان هذا الشيء اللي انا لقيته راه صحيح كله، يعني ماشي كومبلي داك الشيء، يقدر كاين بزاف ديال يمكن الاباء اللي غنكون انا ما عمرني ما سمعت عليها وما لقيتهاش. اذا هذا الشيء راه باش نتقاسموه واللي كيعرف شي حاجه يفيدنا وباش نعرفوا شنو كاين. اذا هادو دونك من 62 من 62 بدات تقريبا، كانت لينا كانت ديك الساعه قبل التلفازه كانوا لي زاكتواليتي كانوا كيوريوهم في السينما قبل الفيلم، دونك اسبوعيا كان هاد لي زاكتواليتي كيكون فيها الاخبار الى اخره، وكيكون فيها بعض المرات تقارير صغيره دي بيتي روبورتاج على شي معرض ولا على شي حدث فني وقع الى اخره. دونك انا غير باش تكونوا متفاهمين، انا راه الشيء اللي غادي نتقاسم معكم دابا غير على لي زار بلاستيك ولي زار فيزوييل، لان بطبيعه الحال فاش كنقولوا ارشيف ديال الفن راه كاين بزاف على الحوايج، على الموسيقى على المسرح دايوغ حتى المسرح نقدر نوريكم منه شي حاجه، والسينما بطبيعه الحال المهم كاين بزاف ما يتشاف. لا نهائيا بغيتي تقولي زارشيف ديال الاوديو لا كاع داكشي، لان الراديو والتلفازه دونك داخل مع هادوك، يعني اصعب مؤسسه اللي زعما باش توصل ليها الارشيف هي هما التلفازه، وانا اشتغلت معاهم مدير فني واحد العام ونص ولا عامين، وانا في وسط التلفازه شفت كيفاش يعني فاش كيتطلب الارشيف ليهم التلفازه باش كان صعب حاجه، يعني فاش المدير ديال التلفازه يطلب ارشيف خاصو يكون داك الشيء مكتوب موقع وهادي، وكتمشي واخا كتمشي مثلا المدير ديال التلفازه هضر لي مثلا ديك الساعه لقيتو كيتضارب مع هذا، علاش؟ لان فاش الامير مولاي حسن كانوا غيختنوه طلب ليهم جلاله الملك الارشيف ديالو هو فاش تختن مثلا، نهار كامل كيقلبوا هادي جابوا ليه واحد 3 دقائق ديال قال لهم مهم غوت عليهم وهادي طلع ما يمكنش 3 دقائق غيكون كاين شي حاجه هادي. 24 ساعه من بعد جابوا ليه واحد 30 دقيقه دونك كاين، ولكن راه هما في وسط التلفازه، اذا هذاك الشيء
ماشي مقنن ماشي معقلا ماشي، ولكن هذيك الساعه فاش كنت درت هذيك التجربه معاهم ما كانوش نيميريزاو الارشيف ديك الساعه، ولكن دابا راه نيميريزي. ولكن اصعب شيء هو هو الارشيف ديال التلفازه وديال الراديو. مش وصل دونك هاد الشيء اللي بغيت نتقاسم معاكم. دونك انا كتلقى مثلا كل اسبوع احنا مثلا في 66 غتلقى يعني كل اسبوع تقريبا فيه موضوع على على الفيجوال ارت، على الفن المعاصر. يا اما مثلا هو في 66 مثلا معرض ديال الفنان الورديغي. هذا الورديغي مثلا انايا ما كنتش كنعرفو نهائيا، فاش بديت كنطالع على هاد لاباز دو دوني لقيت هاد الورديغي كي في الستينات وفي البدايه ديال السبعينات موجود. كنقول شكون هو هاد الورديغي؟ دونك مشيت قلبت، لان دابا عندنا انترنت لحسن الحظ، لقيت دي تراس ديال 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 الخدمه ديال الورديغي، وفرحت بزاف لان انا الفيلم اللي انسبيرا الخدمه ديالي وهذاك الشيء هو الفيلم كما قلت البارح ميموري 14 الذاكره 14 ديال البوعناني، احمد البوعناني. وفي هذا الفيلم ديال الذاكره 14 ديال البوعناني كاين واحد العمل فيزوال كيرجع دائما في الفيلم، والفيلم بلاك اند وايت، دونك ما تقدرش تشوف الالوان وهذاك الشيء. ودونك بقيت حاير ديال شكون هو هاد ديك الساعه احمد البوعناني كان مات الله يرحمه، دونك ما عارفش شكون اللي يقول لي شكون هو هاد الفنان هذا. حتى مشيت كنقلب بهاد لا باز دو دوني لقيت بان عاد اكتشفت بان هذاك هذاك العمل اللي كاين في ديال بوعناني راه هو ديال الورديغي. غتلقى مثلا نتوما يشاود هذاك الفيلم الاول ديال المسناوي مثلا 62، عند 62 راه بدات ف في 65 مثلا كذلك هانتا كتلقى لان كانوا هذوك لي زاكتواليتي كان عندهم واحد مره كيعطيو لهذوك المخرجين اللي كانوا يلاه حتى هما عاد بحال بوعناني ومسناوي الى اخره، كان عندهم ما يدار غير هاد الشيء هذا ديال لاكتواليتي، ما عطينهمش فلوس باش يديروا افلام اخرى، عندهم غير هاد الشيء ديال لاكتواليتي. مره كانوا كيعطيوهم يديروا واحد بحال ماغازين سميتو شاهدنا لكم في بور فو، فيه واحد 6 دقائق، ودوك كيعطيهم الحريه يديروا على شي حاجه اللي بغاوها وما يديروها. دونك كاين اللي دار غيمشي يدير على المسرح مثلا ديال الصديقي، كاين واحد غيمشي يدير على لي ماريونيت مثلا لي ماريونيتيست ديال عبد العزيز الفضيلي ديك الساعه اللي ما عمرني ما قدرت نشوف وما لقيتوش اختفى. دونك كاين مثلا دونك في 65 كاين ليكول دي بوزار دو كازابلانكا مثلا. هاد ليكول دي بوزار دو كازابلانكا لقيتها الوغ بون هذا شفناه، دونك شفتوه هذا ديال المسناوي ديال ديال 62 كلكم شفتوه؟ مات بليز عافاك. نمبر 1 بليز سو
Ce jardin, c'est l'entrée de l'école des beaux-arts de Casablanca, la plus importante du Maroc. Les cours ont repris dans ce cadre de fantaisie et de décors artistiques. Sculpture, peinture, poterie, l'école des beaux-arts de Casablanca a découvert de nombreux talents dans ces domaines. Nous commencerons cette visite par la sculpture, cette expression artistique inspirée de l'histoire et des faits quotidiens. Statuaire égyptienne, statue style Vénus de Milo, toute une gamme artistique, œuvre des élèves des beaux-arts de Casablanca, est exposée dans les salles de travail. Des noms illustres aux visages expressifs ont inspiré les jeunes talents. Notre deuxième étape, le cours de peinture. Fresques égyptiennes aux couleurs vives et variées attirent l'attention dans cette salle. Les jeunes artistes s'appliquent dans leur travail sous la conduite d'un professeur qui suit de près l'évolution artistique de chaque élève. Les cours de peinture gagnent de plus en plus d'adeptes dans ce pays où la vie quotidienne ne peut qu'inspirer tous les jeunes gens doués. Notre troisième visite sera pour les poteries, qui connaissent au Maroc un gros succès. Après le travail préparatoire, ce sont les dessins sur vases qui prennent le plus de temps. Bientôt, ces vases seront exposés au Maroc et à l'étranger. La journée est terminée et après l'effort de concentration, les élèves des Beaux-Arts repartent avec la même fantaisie que celle de l'arrivée. Fantaisie, mais aussi coutume dans tous les pays du monde. هلدان مات شويه باش نوري شي حاجه اخرى من موراها دونك اللي مزيان هذا اللي 65 عفوا 69 لا 65 هي صح 65 عندنا واحد الروبورتاج صغير على ليكول ديال كازا واللي مهم هو تشوفوا الفرق دي غير ما بين 62 يعني 3-4 سنين كانت بدات شي حاجه كتبدل نمبر 3 بليز مات 3 À l'occasion de la fin de l'année scolaire, une exposition des travaux d'élèves a été organisée dans les locaux de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Certains de ces travaux ont été réalisés avec la collaboration de leurs professeurs. L'œuvre la plus remarquée a été une sorte d'habitacle à la forme architecturale assez insolite. Plusieurs personnalités ainsi que les représentants des autorités locales ont assisté à cette manifestation. Voilà. هذا الكاليتي ديالو خايبه لان هادشي راه سرقو انايا غير بالتليفون من المركز السينمائي فاش فيزيونيت ما دونك خديت هاد صورته بالتليفون واستعملته انايا في الفيلم ديالي ما استعملتش الصوت ولكن استعملت الصوره ولكن مع حسن سوء الحظ كاين واحد العمل كيهضر حتى هو على نفس هاد على نفس هاد الفتره في ليكول دو بوزار دو كازا يلاه اكتشفته غير هادي واحد 6 شهور بصدفه في يوتيوب في واحد الكانال ديال المينيستير ديال لا ديفونس وزاره الدفاع ولقيت فيه واحد 3 ديال الدقائق زوينه وكولور ولينا قليل كان الكولور هذيك الساعه وفيها فيها جوج من الفنانه ديالنا ديال هذيك الوقت ديال ليكول دو كازا كيهضروا لان فهاد الشيء هضر ما كانش اغلبيه ديال الاكтуаليتي كيكون لي زيماج وكيديروا عليه تعليق فهذا مثلا الو وان مات كان يو جيف مي بليز 1-1 at 13 minutes لان هذا دونك غير باش نفسر لكم هذا دونك لقيته في واحد روبورتاج دار ديك الساعه دايروا فرنساوي ولكن دايروا للمغاربه باش يدير فيه شي حاجه على داكشي على التوريزم السياحه في المغرب باش
باش السواح ديال اوروبا وهذاك الشيء يقدروا يجيو للمغرب، وما بين هذاك الشيء كلشي دونك كيمشي للمغرب كامل كيوري كاع داك الشيء اللي زوين فيه وكاع داك الشيء اللي خصو يتشاف. ومن بينهم طاح في هذا القصه ديال المعرض ديال ليكول دو كازابلانكا. فوالا يس جو هاد. مثلا دابا هذا كيوري سوماكا، هذه سوماكا ديك الساعه كان كانوا الزينات ديال التركيب ديال الطوموبيلات كما دابا كاين رونو في طنجة. بالمناسبة هذا 69 ماشي 65 69 que nous voyons ici dans cette exposition, c'est une variété extraordinaire de peintures. Ce sont des compositions des élèves de l'école Oui, différentes classes. Ce sont des classes de peinture, classes de décoration, toujours les classes terminales. Ce sont des élèves qui travaillent librement, mais qu'ils traitent sur un sujet d'après des bijoux berbères, d'après des plafonds de la géométrie arabe. Donc ils s'inspirent, ils travaillent librement, une création. Pouvez-vous me dire maintenant quelle est l'idée qui préside à ces œuvres qui reposent sur des volumes? Bon, l'idée c'est à partir des formes très simples géométriques, c'est-à-dire le carreau, le triangle, le cylindre. On reconnaît un graphisme qui rappelle l'écriture arabe. Oui, l'écriture. C'est bien la source d'inspiration? Oui, c'est la source d'inspiration. Ils ont fait des constructions abstraites, des constructions modernes. Ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver ici. Et je vous ai laissé artiste individuel à Marrakech et maintenant vous êtes directeur de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Je reste toujours artiste. Farid, vous avez, je crois, fait récemment une expérience passionnante avec une exposition dans la rue. Oui. Avec les professeurs de l'école des Beaux-Arts, moi-même, nous avons décidé de faire une exposition sur la place Jamalfin à Marrakech, qui a été une expérience absolument extraordinaire. Ça a dépassé tout ce qu'on pouvait prévoir. Une assistance énorme. Et puis surtout un public qui ne pouvait en aucun cas être touché par les expositions qu'on fait habituellement dans les galeries. En définitive, l'homme de la rue a une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus vraie, beaucoup plus pure que l'intellectuel. Et là, par exemple, la diversité des matières, cette diversité, ce sont des laitons, les matières. Oui, non, ça c'est du cuivre rouge. Il y a simplement des parties qui sont oxydées, d'autres parties qui sont nettoyées avec des produits spéciaux. Surtout. Et l'introduction des clous a-t-elle une valeur symbolique ou pas? La valeur symbolique, non, mais sur un plan visuel, ça participe. Suivant que la lumière vient de haut, de bas ou rasante, les clous projettent le rhombe. La chose la plus importante pour moi en définitive, c'est de donner la possibilité aux spectateurs de pouvoir réinventer, de pouvoir rêver. Thank you, Matt. Donc, أنا هو هذا فوست فيلم روبورتاج ماشي فيلم روبورتاج ديال السياحة في ثلاثة ديال الدقائق اللي بالنسبة لي مهمة بزاف لأن أول مرة مثلا سمعت عطالله كيهضر ما كنعرف صوته ما كنعرفش كيفاش كيتكلم وكتشوف فنان هذاك ديك الساعة من هذوك اللي شاركوا في هذا المعرض ديال جامع الفنا وبغاو يخرجوا الصباغة لبرا الحيوط وبرا المتاحف إلى آخره ما عمري ما سمعتهم كيهضروا بون فريد بالكهية من بعد سمعته لأن ولكن عطى الله أول مرة كنسمعه وفي نفس الوقت كاين شي حاجة ديال التاريخ في هاد ثلاثة دقائق زعما اللي مهمة بزاف ديال شنو هي الانسبيراسيون اللي كانت ديك الساعة
ديال شنو الانتوزياسم اللي كان باش يبنيو شي حاجه جديده اللي في الحقيقه ما كرهتش. كان واحد 10 ولا 15 دقيقه زعما نزيدو تفرجوا زعما شنو كان واقع هذيك الساعه. وتاسفت بزاف لان انا ما كرهتش وكان لقيت هاد الارشيف قبل وكان زعما الفيلم ديالي كان عنده بلاصتو وكان غيعاود حويجات اللي ما قدرتش ربما نعاودها بلا هاد مثلا دونك هضر بالكاهية على المعرض اللي دار ديال جامع الفنا واللي دار على برا بصعوبة كبيرة باش قدرت نلقى عند بالكاهية ولا عند الارشيف ديال شبعة ولا ديال المليحي صور على على هذاك المعرض ديال جامع الفنا. هذا المعرض باش اللي ما عرفوش يعني كان في 69 وقرروا بان هاد الاوائل ديال 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 الفن المعاصر بانهم خصهم يخرجوا صباغه ويكون عندها كونتاكت مع 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 عباد الله ويبقاوش غير بوحدهم ويكون عندها دور تكون كتلعب دور لان الفن ما كاش كيلعب دور في المجتمع ديالو والناس كتفاعل معاه راه ما كيحتاج حتى كيصلح غير المولاه اللي يمكن الا قدر يبيع شي حاجه ولا ماشي الاخر ما يقدر يضيف حتى شي حاجه للمجتمع. دونك هذا المعرض هذا دار في جامع الفنا ومن بعد جامع الفنا جابوه داروه في الدار البيضاء في واحد يقيل بلاص 20 جانفي الا بقيت ولا 11 جانفي 16 نوفمبر المهم انا التاريخ هانتم هاد التاريخ و في هذا البحث ديالي واحد يعني حاجه كتجبد حاجه يعني في هذا السيركل ديال اللي كنا يعني في هذا الشيء اللي حول احمد بوعناني كانت واحد الباحثه حتى هي كتقلب انا يا غير بالصدفه هضر معي واحد المخرج مغربي مابقاش كيدير الافلام سميتو محمد عبازي تلاقينا في واحد المهرجان وقال لي بانه كان دار اول فيلم ديالو كان فيلم ديال التخرج دارو في 69 جا المغرب باش يصوروا وما قدرش يكملوا لان منعوه باش يصوروا كامل حيت كان خصو باغي يصور هذا الفيلم دارو على هذوك العيالات اللي كيديروا الموقف كيجيو ياخذوهم باش يديروا الميناج مياومات جورناليير وبغى يصورهم في الكاريان ديالهم منين كيجيو وما خلاوش يصور في الكاريان ديال بن مسيك. دونك الفيلم ديالو ما عمره ما كملو ولكن صور فينا هو. قال لي راه حيت هو كان كيقرا في لوس انجلوس ديك الساعه قال لي راه بقات ما في لوس انجلوس عند مراتي اللي كانت معايا ديك الساعه. دونك انا يا كانت واحد الباحثه دونك هذه معانا قلت لها راه كاين واحد البيست ديال شي فيلم ضايع حيت كانت غاديه لوس انجلوس واللي هي سميتها ماري كنت عاقل على سميتها العقل كان عارف غير البرينوم ديالها ماري دابا ترجع ليا ماري المهم هذه جامعيه باحثه كانت هنا قرات في المغرب هنايا في كازا ومشات لتما قلبات دونك درت لها كونتاكت مع هذا العبازي دارت معاه اونتروتيان هذا العبازي عطاها لها النمره ديال ليكس ديالو اللي تما في لوس انجلوس ليكس ديالو في لوس انجلوس قالت لها راه داك الشيء اللي درنا راه عطيتو السينيماتيك ديال لوس انجلوس وفيلموتيك مشاو لهذيك فيلموتيك بالصدفه لقاوهم يلاه ريستوراو هذاك الفيلم ونيميريزاوه وما عارفينش ديال من. وهذا الفيلم فيه جوج ديال لي فيرسيون صوروا فيرسيون بلاك اند وايت وفيرسيون كولور. دونك جابتنا هذاك الفيلم انا كنتفرج فيه بالصدفه كنشوف واحد اللقطه فيها هذا المعرض ديال جامع الفنا اللي تعاود دار في الدار البيضاء فوسط الفيلم دايز وبأون كولور لان كما قلت لكم ديك الساعه كان قليل افلام اون كولور مع هما جايين من امريكان وهذاك الشيء دونك
Matt, please, two and one. I'm going to look at 41. Please. Yeah. بطبيعة الحال ما فيش صوت. هادشي كان غير فوتاج راشز. هاوما هل يعني نفس هو ماركزش عليهم ولكن على الاقل كنقدروا نشوفوهم بالالوان وكنشوفوهم فوسط الحركه اللي ديال الوسط ديال الدار البيضاء ديك الساعه. Voilà, that's it. That's all. شكرا مات. دونك هادشي باش نقول لكم كيفاش الصدف باش كيكون البحث والتواصل مع الباحثين الاخرين وكيفاش كنقدروا نت اللي لقيتو اخر مثلا في هاد لاباز دو دوني ديال سي سي ام. لقيت مثلا كاين واحد في بور فو هاد شاهدنا لكم 66 على ليكول دي بوزار ديال تطوان ولكن ما عمري ما قدرت نشوفه ولكن هو موجود نورمالمون لان كاين بعض المرات اشياء اللي يعني كانت موجوده ومن بعد كتلف ولا كتختفي ولا اللي تار انتباهي اخر فاش كنشوف هاد لا باز دو دوني يعني كاين معارض تقريبا كل شهر كاين واحد التغطيه ديال 8 ولا 10 ديال المعارض وغالبا نفس الاسماء كتولي نفس الاسماء غتلقى بحال مثلا بالقاضي دمناتي شكون اخر القلاوي بطبيعه الحال ولكن قليل فاش تلقى تغطيه ديال المعارض ديال المليحي مثلا لقيتش ما كاينش شبعه محمد شبعه بالكهية بعض المرات او نقدر نوريكم واحد واحد منهم مثلا مات بليز نمبر 8 شعيبية حتى هي كانت موجودة دونك بلا صوت طبيعة الحال. هذا قال لك الانتيتولي ديالو اكسبوزيسيون دو مونوتيب دو فريد بالكهية. فوالا وكاين واحد المجموعه ديال الاسماء اللي اللي كانت موجوده ديك الساعه يعني كيعرضوا بعض المرات مثلا بحال هذا العربي بالقاضي كتلقاه عنده معرض كل يعني تغطيه ديال المعرض كل 6 شهور دونك ما عرفتش واش كان كينتج بزاف كل 6 شهور يقدر يدير معرض اولا كيعاود يروسيكلي داكشي اللي نجو قبل خص الواحد يشوف كاع هاد كانت مثلا مثلا اسم بحال هذا كمال الزبدي شكون اللي كيعرف كمال الزبدي هاد كمال الزبدي كانت معارض ديالو فاش جيت نقلب لقيتو قيل يلا توفى من بعد ولا كيكتب الشعر لقيت عليه واحد الارتيكل وبعد واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي طابلو ديالو
كاين بعض الاسماء اللي كانت كتولي دائما. مثلا كانت اللي صار انتباهي مثلا معرض ديال نريمان علوي. الكل كيعرف نريمان علوي. دونك هاد نريمان علوي فاش جيت نقلب لقيتها مازال حية كتخدم في عندها اتولي ديالها في الجهه ديال تارودانت، هي بنت فاس. وفي هاد الوقيته فاش كان المعرض ديالها كان يلا عندها واحد 16 عام. دونك كتقول يعني لان ما كانوش الفنانات موجودات بزاف، كانت شعيبيه هي اللي حاضره. ودوك فاش شفت هاد الاسم هذا هي، وبعد ومن بعد لقيت وحده اخرى سميتها لطيفة تجاني. فهاد البداية ديال السبعينات هما اللي كانوا. أما لقيت مثلا ولا معارض ديال لي فخير بن عبد الله. شكون اللي كيعرف لي فخير بن عبد الله؟ يعني مجموعة ديال الأسماء. شكون اللي كيعرف مصطفى السباعي؟ أنا كنعرفه غير بالصدفة، لأنه من بركان بحالي، وكان كيسكن عندنا في الدرب فاش جاي يقري ديك الساعة في بركان. وكانت عنده واحد الفواتور سبور ديكابوطابل، ومعاه مدام قورية، وكان كيلعب علينا العشرة شوية. وكان عقل فاش كنت صغير قطعت ليه هذاك أنا وشي دراري أخرين هذاك ديكابوطابل ديالو، وعاقل عليه بأنه كان كيقرر الرسم. ومن بعد ما عمرني ما شفت شي عمل ديالو نهائيا. وفاش درت هذا البحث لقيت قلبت عليه، وفينالمون لقيتو ابارامون هذا كان مشى قرر في ليكول دي بوزار ديال تطوان واحد الوقت. ومن بعد مشى كيخدم في هذا الشيء ديال الببليسيتي الاشهار وهذاك الشيء. بون مصطفى السباعي فوالا. بعض المرات كانوا كيكونوا معارض ديال 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 فنانين اجانب. لقيت مثلا واحد محمد قدوره لبناني، لقيت بالخوجة مثلا تونسي بعض الاحيان. لقيت كذلك واحد سميتو واحد الفنان سميتو حميد كيران، كان حتى هو عنده معارض بزاف. كتعرفوا حميد كيران؟ هاد حميد كيران فاش جيت كنقلب شكون هو لقيت واحد القصه غريبه ديال هاد حميد كيران. دونك كان ابارامون عنده في الرباط كيدير الرسم وكيدير دي بيرفورمانس ديال لا دونس، وكان عنده شي معهد صغير في الرباط ديال لا دونس. والعقدة ديال حياته هاد السي حميد كيران هو أنه فاش كانت المسيرة الخضراء دار واحد العمل فيه الراية ديال المغرب وكذا، وقرر أنه يهديها للحسن الثاني، ومشى وعطاها لشي وزير باش يقدمها للحسن الثاني لأخيره. ومن بعد ما عمره ما عرف هذاك الطابلو شنو وقع عليه، ودونك كيقلب عليه لقيت واحد المقال كيهضر عليه فيه، كيقلب على هذا الطابلو ديالو فين وصل. بون ما نقدرش نوريه لكم. ما عرفتش كتشوفوا ولا المهم الغابو ديال المغرب، وفيه يدين ديال الناس ديال الشام تحت مثلا. شنو كاين اللي بغيت نوريكم اخر من هذا الشيء اللي لقيت؟ الو جوستومون راه كنقلب على دونك كاين مثلا واحد لقيت واحد هذا ديال لي زارتيست افريكان، ولقيت مثلا واحد هذه كانت مفاجاه ديال
premier salon de peinture féminine. Voilà, premier salon féminin de la peinture donc je sais pas ce que c'est. مهم الواحد يمشي يقلب يشوف شنو هذيك الساعه في 71 شنو هو salon de peinture féminin. Alors donc شنو قلتي اش رقم 6 عفاك مات دابا تشوفي ولكن مهم لان فيه فوالا هذا كان تيماتيك وقيل على الجوز اولمبيك وقيل باش يديروا شي لوغو ولا شي حاجه ديال لي جوز اولمبيك فوالا تي فوا ديال ميونيك اون فيت لا يوقع في هذيك الفضيحه ديال المعرض ها هو من بعد هذا لا هذا حاجه اخرى دونك هكذا كانوا لي زاكتواليتي هذا معرض ديال الركراكي دوماج نوار اي بلون ولكن على الاقل وهذا شكون تبارك الله عليك وبحال هادو في حق من الاحسن ما يكون الصوت لان كيكون في واحد الكومونتير دائما ما كيزيد حتى شي حاجه ما تعفاك أربعة شوفوا الشعيبيه هذيك الساعه دا في الصوت بحضور رجال الفكر والفن افتتح الربات المعرض الجديد للفنانه المغربيه الشعيبيه من خلال اللوحات تتحقق رؤيه تشكيليه لعالم جميل تترافق فيه الوان وانسجام بطلات فنانين يعكسان روعه الطبيعه المغربيه الشعيبيه التي نظمت عددا كبيرا من المعارض في مختلف المدن المغربيه وخارج المغرب لابداعها الفني تغني حصيله الرسم المغربي وتعزز مساهمه المراه المغربيه في كل مظاهر الحياه الفكريه والفنيه في بلادنا. Voilà, and then please number now. Which one? 5-1, please. Mm-hmm. Après Abra, où ces toiles ont connu un succès indéniable, Hamid Alaoui, le peintre au style architectural, expose à Casablanca. Depuis sa dernière exposition au Maroc, Alaoui ne cesse d'améliorer les formes qui font l'originalité de sa peinture. Dans quelques semaines, il affrontera de nouveau les galeries européennes et notamment celle de la Suisse. على المسرح ديال الطيب الصديقي البياس ديال الطيب الصديقي الطيب الصديقي vient de franchir un nouveau pas dans son travail de recherche et d'adaptation. Il vient de monter maintenant les essais de Badr Zaman et Hamadani à l'occasion du millénaire de cet auteur mort à l'âge de 28 ans, terrassé par une crise cardiaque et enterré, dit-on, vide. وضعت الطعام
J'écris après de ces essais qui constituent une forme très théâtrale, une adaptation originale dans une minutieuse mise en scène. Après Casablanca, la pièce sera jouée notamment en Algérie. الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم هذا جمال هذا جمال مشوم هذا جمال مشوم كما تراه مشوم كما تراه مشوم الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم العقل عيب ولوم And 11 please Matt. شوف واحد عمركم سمعتوا على شي واحد سميتو موريت ادريسي؟ دونك هذا كان كيدير دي بيرفورمانس. واحد وسبعين 73 73 باردون فوالا دونك شنو بان لكم اخر بغيتو تشوفوه من غير هذا الشيء باش نهضر لكم دغيا على ندوزو لي فيلم شنو كان في الافلام على الفنانات والفنانين ديالنا بكل صراحه ما كانش شي حاجه كبيره زعما لقيت لقيت واحد سوسيولوج مغربي مراكشي سميتو أندري غولدنبرغ دار أفلام سوسيولوجية إثنوغرافيك ولا سوسيولوجيك على بزاف ديال 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 الريتويال دار مثلا واحد على سميتو هذاك كيفاش كنسميوه حنا هرمة كيفاش كنسميوه الريتويال ديال كل منطقه في المغرب كتسميه بسميه كاين اللي كيسميه هرما كاين اللي كيسميه بوجلود فوالا ودار هذا دار هو واحد جوج ديال لي سوسيولوج فرونسي اخرين داروا ان فيلم على الخدمه على العالم ديال الورديغي و اون كولور ودونك اول مره بون خد تعليق هذا المهم كيحاولوا يفسروا شنو هو العالم ديال الورديغي دونك الى بغيتو نشوفوا من واحد شويه مات بليز اي هاف ويداوت نمبر سمثينغ كولد الورديغي داون 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 فوالا نرجع هو الفوق فوالا الله أكبر
Mordiri est jardinier. Il ne sait ni lire ni écrire. Il habite au Maroc, la petite ville de Salé, où il est né aux environs de 1928. Lorsqu'il est fatigué de planter et d'arroser, il prend ses pinceaux et il continue de s'appliquer. Il remplit de vastes surfaces de contreplaqué, dont certaines ont 2 mètres de haut sur 8 de large. Il met tout son zèle à ne pas laisser un blanc, car chez lui, c'est la naïveté qui a horreur du vide. Salé, autrefois un repère de corsaires, aujourd'hui une bourgade, assoupie au pied de Rabat. Loire-d'Iris s'en évade et nous emmène, à travers balustres et clochetons, dans la légende. Il était une fois 2 femmes d'un roi. L'une avait un fils, l'autre n'en avait pas. Alors elle emmena dans la forêt l'enfant de la rivale et l'y laissa. L'épouse mère menait grand deuil. Elle ne savait pas que dans cette forêt, les animaux étaient plus humains que les hommes. Le petit prince, abandonné, eut un veau pour frère de lait. Le roi, de son côté, battait la campagne. La vache fit belle résistance pour conserver son nourrisson. Elle lui reprit l'enfant. Il grandissait, mais il restait inconsolable. Que me font danseuses, lanternes et lanterneaux si je n'ai pas mes animaux? On les fit quérir. Alors il consentit à se marier. De la tradition orale, source où s'abreuve la mémoire de celui qui ne sait pas lire. Source plus féconde encore, le Coran, que Loire-d'Iris a pris par cœur dans son enfance. Au commencement était le paradis. Dieu fit ceux qui volent et ceux qui piétinent. Le zèbre à carreaux, le chat-tigre, l'âne rouge, le chat gnome, et puis Adam dans la lumière. Hommes qui vivaient nus, sans loi, il envoya les prophètes. Sidna Issa, Jésus, fils de Marie. Dire son message. Les gens pleuraient en l'écoutant. Mais des méchants cernent la crèche. Heureusement, un grand serpent, celui qui sauva les Hébreux dans le désert, et non celui qui tenta Ève, les dispersa. «
ici, on écoute Sidna Aïssa parler. Loardier pense que Dieu lui dicta l'évangile, comme à Mahomet le Coran. Mais l'achèvement de la révélation, c'est l'islam qui interdit les images. Cet homme pieux nous rappelle simplement quels sont les cinq piliers de sa religion. La profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Hors des religions du livre, il y a les païens, esclaves, ceux qui boivent aux mamelles de Bouddha, parmi les animaux sacrés. Mais ils têtent une pierre, nous dit Loardieri. Mêlés aux religions inspirées ou non, on retrouve toujours les rythmes millénaires, fortement ressentis dans une société traditionnelle. L'arbre de la nuit s'enfonce dans la terre. L'aube se lève doucement. La jeune fille salue son reflet dans la lumière. Et le jour monte, fleur rare, vers le soleil. Pulsation du jour et de la nuit, balancement des saisons, c'est le printemps. Le chameau broute la figue de Barbarie. Nouvelle, on se marie dans la montagne. Avec son fang. Sinon, les animaux se moqueront d'elle. Des figures grimacent. Un cheval rit. Le lys se fait agressif. Pleure, femme stérile, toi qui portes ton enfant dans la tête. Seule est bénie la femme usée à force d'être féconde. Alors, elle se repose auprès de l'homme qu'elle peigne et parfume. À ses pieds, une autre a pris la relève. Famille heureuse, dit notre jardinier. Mais il y a celle qui ne se résigne pas. Condition précaire et toujours menacée. Ici, c'est la civilisation. Le progrès qui emprisonne la femme, bête qui suce, maternités exténuantes, auxquelles se superpose, dit Loardieri, le réseau serré du travail hors de la maison. Cette intrusion du monde moderne dans une vie faite à d'autres rythmes se traduit par des dissonances criantes dans une œuvre appelée La musique, où Loardieri tente de traduire ce qu'il ressent. Quand les postes de radio, au long des jours, au long des nuits, autour de lui, diffusent.
diffuse. Peut-être pas absent non plus de cette sève étrange qui circule dans les membres et dans les visages. Malgré la faim, cet animal désintéressé, c'est l'Amérique. Et celui-ci, la France. Ils mêlent leurs eaux à qui mieux pour alimenter cette fontaine, le roi, dont les bienfaits rejaillissent sur ses sujets. Cette vision idyllique des relations internationales pour entrer dans l'histoire. La liberté pour les animaux, c'est l'innocence. Pour les hommes, elle se conquiert par le poignard. Loire d'Iry, en effet, n'est naïf qu'en peinture. Ce tableau, intitulé La souffrance, évoque les violences de l'histoire. Larmes. Grilles. Ville morte. Fenêtre fermée. Peuple enchaîné. Donne le signal de la résistance. Les arbres s'envolent, les lampions s'allument. Mais la loi démocratique est inflexible pour les profiteurs. La Caïna fera couper les mains de son frère. Savoureuse ignorance d'être jardinier. La Caïna, pour lui, c'est la lutte du peuple arabe. Il ne sait pas que cette juive berbère, chef de tribu, résista à l'invasion arabe dans les Aurès. Peu importe d'ailleurs, car Loire d'Iry est sensible au malheur des autres, quel qu'il soit.
1914, la France meurtrie. Les prisonniers. Les morts. Art réaliste lorsqu'il s'agit d'histoire d'autrui. Transposition dans la fantaisie, au contraire, lorsque l'histoire raconte l'indépendance de son propre pays. Le Maroc devient alors l'Angleterre, occupée par les Romains. Près de la fontaine, deux femmes se disputent. Le petit peuple est énervé. L'occupant est plein d'arrogance et se conduit en maître. Au fond de leur palais, le roi, la reine, se considèrent comme prisonniers. Dédale de pièces et de couloirs où l'on attend. Les jardins sont déserts. Les lustres s'ennuient. Les balcons n'en finissent plus. Les colonnes succèdent aux colonnes. Mais la révolte sourd au fond du labyrinthe. Le roi refuse de signer. On lui coupe les mains. Alors, le peuple brise sa prison. Le général crie victoire. Les hommes et les femmes reprennent leur vie libre et heureuse auprès de la nature. Dans tout le pays, quelle fête! De la vaste composition intitulée « Histoire romaine », nous la retrouvons dans une composition aussi vaste, aussi fouillée, « Le temps des Andalous ». Le vainqueur arabe a épanoui en Espagne une civilisation où tout est raffinement. Temps du jeu et temps de la danse. Prière aussi et de la méditation.
nostalgie de l'Andalousie. Seul l'Orient, l'Orient aux mille coupoles, peut effacer dans l'imagination de l'Ouardiri la province perdue. Mais l'Orient, pour ce maghrébin, c'est un peu un mirage. Et la splendeur musulmane, une féerie lointaine. Ouardiri a consacré une de ses fresques les plus vastes. Nous sommes en Syrie, à Tadmor, l'antique palmyre où règne Zénobie. Regardez bien ces fleurs peintes sur du bois sculpté au plafond du palais. Ce cèdre marqueté de nacre et de citronnier. Ces artisans ne les verront plus. Ils y ont perdu leurs yeux. La reine Zénobie a l'air peu soucieuse de gouverner. Détrompez-vous. Elle incarne pour l'Ouardiri le souverain modèle. Magnificence, bien sûr, mais aussi refus de l'aventure. En ce moment, elle écoute l'histoire des monstres qui autrefois ravageaient le pays. Dans la vie, dit l'Ouardiri qui est un sage, aussi naturellement qu'il est peintre, conteur ou jardinier, il y a toujours des monstres. Les audacieux ont bien tort de les provoquer. Il faut laisser aux monstres le fond de la forêt. Zénobie le sait, elle qui puise dans l'islam sa modération. Ménager sa gloire sans être téméraire, équilibre difficile. Il lui faut tour à tour être la lampe qui rayonne et l'escargot qui doucement conduit sa maison. Elle regrette parfois de ne pouvoir s'envoler. Au moins, la paix règne autour de Tadmor. Les monstres ne font plus peur. Ils sont décoratifs. Ces vases fleurissent parce que l'eau est pure, dit l'Ouardiri. Il nous faut aussi être purs et ne pas souiller l'eau vive. Ainsi, cet homme crache ses péchés pour que Tadmor reste brillante. L'islam anime et couronne une cité harmonieuse. Les historiens chagrins feront remarquer que Tadmor est une cité antique et que l'Ouardiri fait naître l'islam quelques siècles trop tôt. Dieu, lui, envoya son ange et il vit que cela était bon.
Voilà. أنايا فوالا هذا على حساب لا ريشيرش ديالي، هو أول فيلم دار على الخدمة ديال فنان وفنانة مغربية 64 من بعد. Well, what I really miss in this film, I mean, I was very happy, as I told, فاش شفت ميموري 14 بوعناني ما عرفت شي حاجة على ورديغي، دونك اكتشفت ورديغي فاش لقيت هاد لاباز دي دوني باش نشوفوا لي ليا ما بين. ومن بعد دونك لقيت كاع هاد الشيء هذا، وفي الفيلم انا ديالي الاخر درت انايا لو ليا ما بين بوعناني احمد بوعناني والورديغي وانايا قصتي اللي كاينه في هاد الفيلم. مهم دي فايفيا ما بين لي بيريود، ولكن what I miss really is الورديغي's voice. يعني I didn't understand why they don't just let him talking himself, explaining himself, his universe. And so I till now I don't know الورديغي's voice. مع الأسف. من بعد في الأفلام كما قلت لكم قبيلة ما كاينش شي حاجة كبيرة، كاين من بعد هاد الشيء كاين واحد المخرج سميتو محمد أيت يوسف، هو succeed to make only two short films and he died very young. ودار هاد الفيلم سميتو لا نوستالجي دو نايف، على ان بانتر نايف في الرباط، تا هو بلاك اند وايت. وهاد محمد ايت يوسف جيت نقلب لقيت هو باه كان في مراكش من لي بانتر نايف ديال مراكش اللي ما معروفينش بزاف بحال الشعيبيه، ولا دونك عنده علاقه مع داكشي اللي كيسميوه لا نايف. من دونك 77، دونك من 64 حتى 77 ما كاين حتى شي حاجه اللي لقيتها ربما غتكون، ومازال ما غابره ولا مازال. من بعد لا بانتر اللي داروا عليها بزاف ديال الافلام هي الشعيبيه، لقيت دونك 84 ديجا دار فيلم داروا عبد القادر القطع التلفازه فيه 45 minutes 84، وعاود دار واحد اخر عليها في 85. ما شتهمش بجوج، شت غير واحد بقدر القطع كان parmi les rares اللي داروا هاد داروا على الاقل كان بذلوا مجهود باش يديروا شي حاجه على دونك دار على الشعيبيه، ودار فيلم اخر على عبد الكبير الربيع في 85 ولا في 84 حتى هو، سميتو عبد الكبير الربيع لاغ ابستري، تا هو 45 minutes. ولكن بكل صراحه بون انا شفتهم، اللي مهم فيهم هو كنشوفوا لي بانتر وكنسمعوا الصوت ديالهم وهذاك الشيء، ولكن الخدمه شويه تلفزيونيه بزاف. هنا على الاقل كاين واحد المجهود سوسيولوجيك المهم فيه لي زانفورماسيون، ولكن مع كل احتراماتي لسي عبد القادر القطاع، ولكن دائما مهم زعما تبقى تراس على 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 ان ارتيست ولا اون ارتيست كيف ما كان الحال كيكون غادي يكون عنده فايده ان جور او لوتر. بالنسبه للشعيبيه كاين شفت عاوتاني حكيم بلعباس، حتى هو دار واحد الخدمه في الاخر ديال الحياه الشعيبيه بولا تيليفزيون ماروكان. ولقيت عاوتاني واحد الكابتاسيون ديال انترفيو بين فاطمه مرنيسي عند الشعيبيه، دارها محمد عبد الرحمن التازي. أه
But the best one ever اللي داروا كاع في هاد على الفنانين المغاربه هو الفيلم ديال The Great Filmmaker from Chile راول رويز على بالكهيه موجود غير ما بغاوش غير صعيب داكشي كنقول من قبيله انا مثلا شحال وانا كنقلب عليه شتو فينالمون فاش سونتر بومبيدو داروا ان اكسبو بور اون فوا على الخدمه ديال بالكهيه دونك كان فيها الفيلم سميتو بايا ايتالا اون فيزيت شي فريد بالكهيه 30 مينيت 88 88 ونتمنى يكون بزاف ديال الحوايج اخرين مازال ما لقيتهمش وتلقاوهم نتوما ولا ناس اخرين ونستافدوا منهم كلنا لا فاش كنقول ريشيرش انا ماشي غير هنا في المغرب انا كنقلب تو تيغان طبيعه الحال بحال هذا ديال راول غويس اللي هذا ديال راول غويس سي لي دووا ديال لا سيتو دو موند عرب هما المنتجين ديالو نو يعني اللي على حساب انايا داكشي بون ولكن سي سور الا كانوا دي ريشيرش سيريوز وهذاك الشيء ديال غادي يكونوا حوايج ما يمكنش ما يكونوش هذا الوقت كله زعما انايا كاع كله هذا لقيت فيه 7 ولا 8 ديال لي فيلم داكشي قليل زعما ما يمكنش فوالا ها هو هذا ما شفتوش يلا هذا يلا عاد سمعت عليه والله واي اوكي دونك هذا 84 فوالا دونك 84 ها هو واحد هذا عاد انا عاد تكلموا لي عليه تو دا دايوغ بعدا هي اللي دوت لي عليه جي با فيو شنو كاين اخر وي وي سي فري وي هذا ديال هذا كان بولا تيليفزيون فرونسيز ماروكان هذا حتى هو هذا كان اش من عام هذا شنو كاين انا متاكد بان ما بين الإيطالي والإسباني وكل شيء ما يمكنش ما يكونوش حوايج أخرين 88 قلت لي هذا ديال غاول غويز مانيفيك واي بور اون فوا دونك فوالا ما فيش غير لي زانفورماسيون ولا فيه كابتاسيون ديال لونيفير ديال بالكهيه افيك اون ديستانس افيك طون ميو موجع طم كي دو مون فيلم كاينه كاع العائله جمعتهم في هذا سي فري لان في الفيلم داير دي بيتيت زيستوار سو لي كاين دي بيتيت زيستوار بريفي ديال هذيك الوقت المهم فيه مي فيه دي لايرز ديال ودونك فوالا قلت خصني نجمع هاد العائله هادي كانت لعبت دور مهم في المغرب وطوني داكشي اللي دارت لينا طوني عاوتاني غراس عيل اكتشفت بزاف ديال الحوايج لينا قبيله كنا كنهضروا على الكتوبه ريفيرونس ديال ليستوار دو لار انا جوسكا مانتنون الكتاب ديالها اكري سور لار هو اللي فريمون لقيت فيه شي حاجه جديه وحلت لي ابواب ديال لا ريشيرش باش تقلبت على حوايج اخرى كري سور لار
Ouais. Voilà tout. Merci. Bah, de rien. Hein. C'est juste un partage de. Il fallait le faire. A dit quand l'occasion, quand t'as dit le mounassab, je suis allé n'arrive pas d'action mais bon qui m'a dit qu'on barre qu'il y a de la plateforme des les archives bouanani donc on va essayer de refaire la mettre fiha داك الشيء اللي كل واحد فينا لقى لي جماع راكيه ديالو و نتمنى هذا ديال غاول غويز ليبيري حتى هو باش دي فاصون دي نوتر بيراتاج ولا Voilà les amis, donc c'est cool, on a fait tout le monde, tout le monde qui s'éteint et qui s'éteint à la gratte et cette question des archives, il y a des groupes, Hasta la victoria, siempre. Ali, I got a question from someone who was here last night but couldn't make it today. مرحبا. Let's see. I'm just quoting. So, the thing is, I did my research yesterday after attending the show on the Moroccan musical scene in the 60s and 70s, and I found that a band named the Golden Hands were the first band that sang in English in Morocco. And that was decades before the spreading of hip-hop and rap here in the early 2000s. And I guess this is interesting for the blah, 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 blah. Okay. Who said this? Sorry? Who said that? Wulla Manaf, someone from the group chat. Their number ends with 06, that's all. and they just said, I'm curious to know more about this mix of styles and cultures at that time from our filmmaker tonight. Also, they said, please don't forget to share the list of movies and books that we promised them yesterday. Ah. Well, I was kind of looking for the question, but I guess they're just asking if there's more about this mix of styles and cultures within the 60s. About? It says, I'm curious to know more about this mix of styles and cultures at that time. Yeah. Well, I mean, in that time we were in the middle of the revolution, rebellion over the world, and people were starting to love each other, and it was the first time I think in our modern history, the cultures, our people from different cultures try to discover the others, and without, comment on dit, stéréotype et a priori. So in the music and the culture, everything was. Maybe for me the medium was the music because it was the art who was already prepared to mix different languages, different tone, different sounds. I don't know. I mean, I'm not. This is question for a sociologue or. Sure. Yeah. Or I'm just a filmmaker, you know. Yeah, William, I just promised I would ask it, so I did. Welcome. Yeah. 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 Poetry, all of that. Yeah, for sure. For sure. I mean, I remember because I was a teenager and
even if we didn't understand the words for some music, for example, from jazz music, it was close to us, I remember, and it was something like our own culture. And it was a part of our dreams to go forward, change and progress and freedom. So, for example, in my film, I use this. Who made this famous freedom? I'm tired. I found this in the beginning of a movie from Ahmed Bouenani called 6 and 12, CC 12. In the beginning, he put this music, and in the middle of the film, this the same music. No, more famous. And then this music was something, I felt something special in this music. And when I made my research, I find the from where they cut this fragment, and it was freedom. And so in my own film, so I put the words, I mean, the song, and not only Shkun? Si, Mingus, Charlie Mingus. Voilà, for example. Yeah, Mohim. Yalla. Thank you so next much. Next time, Ali. Thank you so much. Yeah, thank you so much to Ali and to Salma and for all of you for coming, and I hope to see you soon.